مرحبا بكل متابعي منصتي أورينت وأورينت بلس بحلقة جديدة من فولو أب. شو هي أهم الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي؟ كيف كانت أبرز التعليقات عليها وردود الفعل أيضا؟ رح نتابع بهالحلقة، بس أنتوا أهم شيء خليكم معنا. عجان الشاب اللي حيظهر هلأ بالصورة بأسفل الشاشة واللي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة مقتله باليومين الماضيين في تركيا على يد 4 شبان أتراك. حمزة البالغ من العمر 17 عام كان يعمل في بازار الخضار أو سوق الخضار خلينا نقول بولاية بورصة، وقضى على يد الشباب الأربعة بعد مساعدته لسيدة سورية مسنة طلبت منه أنه يساعدها بترجمة الكلام للباعة من السوري إلى التركي. وكانوا هدول باعة هنن 4 أشخاص يلي شتموا السيدة السورية، وهم اعترض عليه حمزة وطلب منهم عدم شتمة وشتم السوريين أيضا، لينهالوا عليه بالضرب قبل ما ينتقل للمستشفى وينقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة هناك. أما عن تفاصيل الحادثة فقد تحدث والد الطفل حمزة بفيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن تفاصيل الحادثة وما الذي جرى بين الطفل والشبان الأربعة. خلونا بداية نتابع الفيديو، من بعدها بنكفي موضوعنا. ابني بيشتغل بالبازار الصبح، اجت حمي سوري لعن جيرانه عندهم بندورة، صار يحتكي معهم ما فهموا علي، فصاحبوا لحمزة قالوا مشان يترجم له انه ايش بدها الحرمي. فاجى لعندهم على البسطه قالت له يا ابني انا بدي 100 كيلو بندوره، والمساء بجا باخذهم واتفقوا على حقهم وما يعني اتفقوا. قالوا له تمام، فشالوا له هذول الجماعه شالوا له 100 كيلو بندوره للمساء للمساء. بعدين اجت لعند ابن المري عند الضبط البازار بده يخلص، اجت لعند ابن الموري قالت لي يا ابني زكاتك والله كان ما تأمن معي مصاري ما بعرف اشو وما هذا، روح قال لهم ما بقى بدي البندوره. فراح لعندهم قال لهم انا هو الحرمي انا ما يعني الحرمي ما بقى بدي البندوره. فقاموا هني يعني صاروا يحشكوا على الحرمي ويحشكوا على السوريين ويحشكوا على هذا وما بعرف ايش. فابني ما هان عليه انه تجرح كرامه السوريين والحرمي والعبيد صار يدافع عنا، يقول لك يا اخي عيب ما بيصير الحكي هذا، شو لا يعني ما يعني شو عم تحكوا علينا هيك يعني وعلى البدو ولا حرمي وكذا. قالوا لي ما لك على لك على ام هذا، مسكوني ثلاثه اربعه اخوي مسكوه وصار القتل في البسطه، ضلوا يقتلوه لحتى ما ماتوا. وبعد انتشار تفاصيل القصة على منصات التواصل الاجتماعي، سوريون وأتراك أطلقوا هاشتاغ باسم الطفل حمزة عجان للمطالبة بمعاقبة قتلته، حيث قامت الشرطة التركية بإلقاء القبض على الشبان الأربعة، وأجرى وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اتصال هاتفي بعائلة الطفل، قدم لهم التعازي وتوعد بمعاقبة القتلة، وقال أنه تم إلقاء القبض عليهم وأنه يتابع الموضوع شخصيا، وأمر أيضا والي بورصة بزيارة العائلة ومتابعة القضية. القضية حظيت بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات بعدم السكوت على حق هذا الطفل ومعاقبة القتلة، لأنه أساسا ما كان له ذنب القصة مثل ما سمعنا من والده، إنما حاول أنه يدافع عن سيدة مسنة، وهذا الشيء بيعطينا ولو فكرة عن أخلاق هذا الشاب وشهامته، ونسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر على فراقه. خلونا نشوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي شو علقوا على هالموضوع بعد ما أطلقوا الهاشتاغ على تويتر. بداية من عماد مجدي اللي قال نخوة هذا الشاب لمثيل لها، لم يرضى الهوان والذل ودافع عن حرمة سيدة وعن سمعة أهله ودفع روحه ثمنا لهذا، رحمك الله يا حمزة إنك بطل وإن كنت صغيرا. أما تعليق آخر أيضا كان منتشر على منصات التواصل كان من مصطفى هنداوي اللي قال ليش القتل السوري بكل بقاع الأرض، أو ليش قتل السوري بكل بقاع الأرض صار أسهل من شربة الماء، إلى متى هذا الحال لله المشتكى أحسن شيء.
أما حسن محمد أيضا كمان كان له تعليق آخر وقال الله ينتقم من النظام اللي هجر هالناس وجعل منهم ملطشة هون هون وهون، حتى كل الشعوب صارت تستقوي عليهم لأنه الكل بيعرف أنه ما لهم سند، وفعلا ما لنا سند إلا رب العالمين. أما مصطفى فرج فقال أيضا هنيئا لحمزة لأنه ذهب مدافعا عن نفسه وعن عرضه وأهله وألهم ذويه الصبر والسلوان، ولا سامح الله كل من سيسقط عن حق هذا الطفل الشهم. جويل بدر رح تظهر صورتها خلال هالثواني وهي متحولة جنسيا، وبتعرف عن حالها بأنها هي فنانة وعندها بعض الأغاني على حساباتها على منصات التواصل، قريبا رح تدخل عالم التمثيل وهي من الجنسية اللبنانية طبعا. وخلينا نسمع قبل ما نبلش خبرنا واحدة من أغنيتها لنتذكرها الأشخاص اللي ما بيعرفوها، خلينا نتابع. جاي قبالي عم تتمخفر مفكر دمك مثل السكة، جاي قبالي عم تتمخفر مفكر دمك مثل السكة، مهما قلبي مسكر علي صوتك ما سمعتوش، كل تشوف حالك علي معلوم انا لبستك طربوش، محسوس بحالك محسوس طلع تسوى عشر قروش، كل تشوف حالك علي جويل ظهرت مؤخرا بصوره مع مروان قاووق احد كتاب مسلسل باب الحاره والممثل السوري علي كريم احد ابطال هذا العمل، وقالت جويل انها رح تكون بطله مسلسل جديد برفقه علي كريم ومجموعه اخرى من الممثلين السوريين، ورح يكون هالعمل من انتاج شركتها الخاصه، رح يحمل العمل اسم عرس الحاره. طبعا جدل كبير على منصات التواصل لقى هالموضوع واشتعل بعد الاعلان عن هالمسلسل، وخصوصا كون احد شخصياته هي ممثله متحوله جنسيا وهذا شيء جديد في سوريا ويمكن بالوطن العربي بالوقت اللي عم يتهم الكثير من المتابعين هذا النوع من المسلسلات بتشويه صوره دمشق وتاريخها العريق باحداث لا تمت للبيئه الشاميه الحقيقيه بصله. وبطبيعه الحال تعليقات كثيره وردت على هالموضوع بشكل واسع جدا على منصات التواصل ونحن اخترنا ابرزها. خلونا نشوف زهير احمد شو علق على الموضوع بعد انتشار الخبر. قال زهير لسه ما خلصنا من باب الحاره، اجانا عرس الحاره بكره بيساووه 12 جزء. اما تعليق اخر وكان من احمد عبد الله يلي قال شوهتوا الدراما وصار كل مبتغاكم نشر الرذيله والانحطاط بالفكر والاخلاق لانكم ماضون في غيكم وضلالكم وكل الانتقادات وكل الاستنكار والاستهجان لهذه الاعمال الساقطه، ولا يخفي على اي مشاهد لاي عمل درامي سوري منذ اكثر من 10 سنوات انكم اضعتم البوصله. اما مازن فكان له ايضا تعليق اخر قال لك اتركوا الشام بحاله بكفي إساءة للشام والأهل الشام، لك مسلسلاتكم الشامية أتفه من التفاهة، قصص سيئة وتمثيل سيء ومخرج وكاتب أسوأ من بعضهم. هذه طبعا آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونحن عم نستعرضها. أما عبد الرحمن حاج بكري فقال يعني كل هالمآسي اللي بالمجتمع والحالة اللي وصلت له البلد ما لقيته غير متحولة جنسيا بتحكوا عنا؟ قديش مفكرين نحن رح نهتم للعمل أو نتابعه مثلا؟ يتساءل. بالانتقال إلى فلسطين فتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأيام الماضية صورة الشاب الفلسطيني جهاد السويتي اللي انتشرت بشكل كتير كبير وهو كان متسلق جدار مستشفى الخليل الحكومي لمؤازرة والدته المسنة والمصابة بفيروس كورونا، حيث كانت الصورة ضمن أكثر الصور تداولا بالأيام الأخيرة وتحديدا خلال اليومين الماضيين. والدة جهاد توفيت بعد صراع مع فيروس كورونا وتفاعل وتعاطف معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمغردين الفلسطينيين والعرب أيضا. عم نتابع بعض من الصور المتداولة لصورة الشاب جهاد السويتي وهو كان عم يتسلق جدار المستشفى لحتى يراقب أمه من بعيد لأنه ما بيقدر يدخل خوفا من انتقال فيروس كورونا له.
طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ما ننتقل على التعليقات خلونا نشوف صورة والدة الشاب اللي هي كانت صورة انتشرت ايضا على منصات التواصل. نتمنى لروحها الرحمة ولكل الاشخاص اللي توفوا بفيروس كورونا. هاي واحدة من الصور المتداولة. بالانتقال الى التعليقات يلي هو انتشرت على منصات التواصل بعد انتشار هالصورة اللي بتعبر بشكل كتير كبير وخبر وفاة والدة جهاد. ايضا العديد من رواد مواقع التواصل مثل ما حكيت تعاطف مع الخبر. اولا احمد حسين يلي قال ونعم البر بامه ونعم الابن الصالح، ربنا يرحم والدته ويجعل مستقر الفردوس الاعلى من الجنه، اللهم امين. طبعا اما تعليق اخر فكان من رواح يلي قال نموذج رائع من الاولاد، قدوه عظيمه، الله يرحمه ويحنن اولادنا علينا بكبرنا يا رب. اما كاديل فقال بتعليق اخر قال ربنا ما يحرمنا من امهاتنا ويرحم كل ام فارقه اولادها، الام هي كنز كبير، نقدر نحن منقدر مشاعرك وخوفك وحزنك، الله يرحمه. اما ابراهيم الخطيب فكان له تعليق اخر ايضا من ضمن المتعاطفين، قال هذه الصورة هي الأكثر قساوة في زمن فيروس كورونا اللعين، اللهم لا ترينا بأهلنا وأحبتنا ما لا نحب، والله يمرق هالأزمة على خير. أصدر القضاء المصري حكم على الفنان المصري محمد رمضان على خلفية شتمه للتيار المصري، وأمر القضاء بحبس محمد رمضان 3 أشهر وتغريمه ب20,000 جنيه مصري بعد ظهوره مع التيار أشرف أبو اليسر. كنا بنتذكر هالصورة اللي فصل من عمله التيار بعد ظهور رمضان معه في مقطع فيديو متداول من داخل قمرة القيادة، وأيضا انتشار هالصورة اللي كنتوا شايفينها في إحدى الطائرات أثناء تحليقها، وهذا الشيء يعتبر مخالف للقانون في القانون العام للطيران. القرار الأخير كان متوقعا نظرا لأنه قضية قضائية كانت واضحة للمتابع اللي مهتم بالقضية، لكن ما أثار الجدل على منصات التواصل كان الفيديو اللي شاركه محمد رمضان مع متابعي على حساباته على السوشيال ميديا تحديدا على إنستغرام بعد ساعات بس من إصدار الحكم، هو عم يرقص ويغني وكأنه ما صاير شيء مع المصطفين على الساحل في على الشاطئ عفوا في الساحل الشمالي، وما أثار جدل وغضب عند رواد مواقع التواصل. لنتابع الفيديو أولا من بعدها منشوف كيف كانت أبرز التعليقات على الموضوع. بعد انتشار مقطع الفيديو اللي شاهدناه مع بعض من شوي عن وجود محمد رمضان بين المصطفين وهو عم يحتفل ويغني بعد صدور القرار بساعات وكأنه ما صار شيء، رواد مواقع التواصل والمغردين المصريين علقوا على هالموضوع، وكان أولا شلش المحمودي اللي قال رمضان هيستأنف الحكم وياخذ براءة ويحكم القاضي على الطيار بدفع مصاريف القضية، بكرة بنشوف القضايا نحن دول عارفينها يعني. أما ياسر يونس فكان له تعليق آخر قال نفسنا بقى نشوف الأحكام اللي على الناس دي تكون بجد، وياريت بلاش فبركة، إحنا بحاجة لعدالة القضاء المصري. أما سحر الفقي فقالت رمضان بيستفز القضاء بالفيديو ده ولا إيه يعني، لأنه فنان يعمل اللي هو عايزه حتى لو كان القضاء بالجهة الثانية. أما مهدي فكان له أيضا تعليق آخر قال أنا عارف أن القرار ده حيصدر لكن ما كنتش متوقع أنه رمضان يردي بالطريقة دي، هو بعده دخل بمود المسلسلات ولا إيه.
أما من أكثر مقاطع الفيديو تداولاً خلال الساعات الماضية حنعرضها مع بعض، بداية من مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل، هو لمجموعة من الأطباء والممرضين أثناء وداعهم لرجل مسن كان مصاب بفيروس كورونا وشفي منه الحمد لله في العراق، حيث ودع الطاقم الطبي بالأهازيج والغناء بفيديو حقق نسب مشاهدات عالية جداً. لنتابع. أيضا كمان لمقطع فيديو متداول آخر وهالمرة من شوارع الأردن لرجل يشبه الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بدرجة كتير كبيرة، حيث حقق هالفيديو نسب مشاهدة عالية على العديد من مواقع وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي عربيا مو بس بالأردن وليبيا. خلونا نشوف الفيديو وأنتوا كمان عطونا رأيكم إذا هو فعلا بيشبه القذافي أو لا. لهم مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أنا إن شاء الله بلاقيكم بكرة بأخبار جديدة وترند جديدة، على الأكيد تكونوا على الموعد، وقبل ما تروحوا ما تنسوا تعملوا فولو على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام، وأكيد اشتراك بقناة أورينت على اليوتيوب لحتى تضلوا معنا وتتابعوا حلقات ومقاطع. فولو أب، لاقيكم بكرة أخبار جديدة ترند جديدة. باي باي.